لا المايك ده احسن من المايك ده انا زمان من بره صح؟ بتخدعوا لو فكرنا من كليوباترا للمناضل محمد فريم لجمال عبد الناصر، لو فكرنا من بيرم التونسي ليوسف شاهين لحسين كمال لشادي عبد السلام لمحمود عبد العزيز ومحمود عبد العزيز، من حتى من ابو هيف لكرم جابر اللي بتتكلموا عن مدينه يعني اسهمت في الحضاره الانسانيه اسهام ما اعتقدش ان في مدينه في العالم اسهمت زيها. فهذه المدينه لكم ان تفخروا انكم ابناء هذه المدينه العظيمه، واللي عاش على ارضها من 2500 سنه واصل هذه الحضاره، اعتقد ان هذا الجيل اللي امامي الان باذن الله يقدم نموذج اخر في العطاء الانساني والابداع، وربنا يسهل كده والايام اللي جايه تحمل لينا بشائر جيل جديد، بعتقد ان هو جيل مختلف تماما عن كل اجيالنا السابقه، وهيقدم فن وادب مختلف يتصل تماما مع عظم التجربة الإنسانية السرية اللي عاشها في الأربع خمس سنوات برغم أي انكسارات أو أي انهزامات، لكن هذا الجيل صاحب هذه التجربة السرية بإذن الله سيبدع لنا ما لا نتخيله، ده اللي أنا بستشرفه بإذن الله. بشكر المهرجان وبشكر أهل الإسكندرية، ويعني مش عارف أقول أكثر من كلمة الشكر. شكرا.